السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنرحب كذلك بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما كيساعدوا القناة، أدعوهم باش يشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش توصل أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 4، فرد من فروض النشاط العلمي لكي يخصوا المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية، المستوى السادس ابتدائي. إذا في هذا الفرد عندي ثلاثة ديال الأنشطة، نشاط باللغة الفرنسية وجوج ديال الأنشطة باللغة العربية. نبداو بالنشاط رقم 1، عليه 5 ديال النقط. إذا تم تشغيل الأجهزة الكهربائية التالية في آن واحد لمدة ساعتين. إذا عندي بزاف ديال الأجهزة هنايا، 5 ديال الأجهزة شغلناهم في آن واحد يعني في توقيت واحد، صافي. إذا هنا عندي الجهاز في هذا الجدول وهنا الطاقة المستهلكة. إذا بالنسبة للمدة، المدة ديال التشغيل هي مدة ساعتين، جوج ديال السوايع، مزيان. إذا عندي مصباح عادي شحال استهلك؟ استهلك 0.5 كيلووات باغ أور. المكواة استهلكت 1.2 كيلووات باغ أور. شاحن الهاتف استهلك 0.01 كيلووات باغ أور. بالنسبة للغسالة استهلكت 2.3 كيلووات باغ أور، والتلفاز 0.25 كيلووات باغ أور. إذا هادو هما الأجهزة وهذه هي الطاقة المستهلكة. طب السؤال الأول، ما هو الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية؟ شكون هو الجهاز اللي كيستهلك بزاف هاد الطاقة الكهربائية؟ واش هو المصباح العادي ولا المكواة ولا الشاحن الهاتف ولا الغسالة والتلفاز؟ إذا انطلاقا من ماذا غادي نعرفوا هاد الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية؟ غادي نمشيو عندك الطاقة المستهلكة، هنا 0.5، هنا 1.2، هنا 0.01، وهنا 2.3، وهنا 0.25. إذا أكبر طاقة مستهلكة هي اللي هذه، هي اللي كاينة هنا، إذا هي الغسالة. إذا الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية هي الغسالة. إذا الغسالة بقيمتي، إذا الغسالة هي أكثر الجهاز استهلاكا للطاقة الكهربائية بقيمة ماذا؟ بقيمة 2.3 كيلووات باغ أور. إذا القيمة ديال 2.3 كيلووات باغ أور، 2.3 كيلووات باغ أور كتمثل كم من واط؟ إذا كتمثل 2300، 2300 وات باغ اور، صافي، وات باغ اور، لانه عندنا الكيلووات والوات هما الوحدات ديال الطاقه الكهربائيه. ندوزو للسؤال الثاني، حدد كميه الطاقه الكهربائيه المستهلكه في هذا البيت خلال هذه المده يعني ساعتين. شنو هي الكميه ديال الطاقه المستهلكه؟ حنا عرفنا الطاقه المستهلكه بالنسبه لكل جهاز هما هادو، يعني يكفي ان اجمع هذه الطاقات المستهلكة، صافي، هذه الطاقات المستهلكة خصني نجمعها، صافي. إذا كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت هي نقطتان. إذا ندير المجموع، إذا ندير 0.25 هي هذه ديال التلفاز كيلووات زائد 2.3 كيلووات باغ اور زائد 0.01 كيلووات باغ اور زائد 1.2 كيلووات باغ اور زائد 0.2 كيلووات باغ اور. هادشي هذا غادي يجمعوه، يعني هاد الطاقات هادو الطاقات المستهلكة غادي يجمعوه، غادي يعطينا 4.26 كيلووات باغ اور. وهذه هي الطاقة المستهلكة خلال ماذا؟ خلال ساعتين في هذا المنزل هذا. إذا هاد بالنسبة للأجهزة اللي كاينين هنايا استهلكوا لنا 4.26 كيلووات باغ أور، صافي، 4.26 كيلووات باغ أور. بالنسبة للسؤال الثالث، شوفوا السؤال الثالث، احسب كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين. إذا هنا غنتكلموا على الكلفة، يعني شحال غادي يخلص هاد الشخص اللي عنده هاد الأجهزة مشغلين لمدة ساعتين، خلال ساعتين، علما أن ثمن الكيلووات ساعة الواحد هو 1.06 درهم. إذا ثمن الكيلووات والكيلووات الواحد شحال؟ هو 1.06، يعني واحد فاصلة أو لا عفوا مثلا 1 كيلووات، نعم 1 كيلووات شحال كيمثل؟ كيمثل 1.06 درهم. إذا هذا هو الثمن ديال 1 الكيلووات. شحال عندنا ديال الكيلووات حنايا المستهلكة؟ 4.26. إذا 4.26 كيلووات باغ أور شحال كتمثل من درهم؟ يعني شحال كتمثل من درهم؟ إذا باش نعرفو خصنا نديرو العملية الثلاثية. إذا
باش نعرفوا هنا الثمن او لا الكلفة ديال الطاقة الكهربائية. يكفي انني نضرب هذه، يعني غادي نضرب داك الكمية ديال الطاقة المستهلكة خلال ساعتين في هذا البيت مضروبة في الكلفة ديال كيلوات واحد، يعني 4.26 كيلوات مضروبة في 1.06 مقسومة على واحد. صافي، مقسومة على واحد، إذا 1 كيلوات بار أور باش غتخرج لنا بالدرهم، لأن هاد الكيلوات هادي غتمشي مع الكيلوات هادي، غتبقى لنا الدرهم، وحدات الدرهم. صافي، إذا شحال كتساوي لنا الكلفة؟ إكس كتساوي شحال؟ تساوي 4.51 أو لا قولوا 52 درهم. صافي، إذا هادي هي الكلفة. إذا غنقولو هنايا كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة إذن الكلفة هي ماذا؟ هي 4.52 درهما. صافي، هي دي الكلفة. ندوزو للتمرين الثاني أو النشاط الثاني اللي هو أون فرونسي. غولي شاك إيتيكيت أ سا سينيفيكاسيون. إذن لي زيتيكيت هما هادو، والتفسير ديالهم أو التعريف ديالهم هو هذا. غادي نصلو بسهم. صافي، دونك لا بخيداسيون اللي هي الافتراس، يعني هي علاقة غذائية داخل وسط بيئي. لو ميتواليزم اللي هي التعاون. لو بارازيتيزم التطفل. لا كومبيتيسيون اللي هي التنافس. إذن هادوما هما 4 ديال العلاقات الغذائية موجودة داخل وسط بيئي. التعريف الأول، لو بارازيت في سور لوت، يعني المتطفل يعيش على المضيف. إذا هنايا علاقة ديال اش؟ علاقة ديال التطفل. دونك لو بارازيتيزم سي لو بارازيت في سور لوت. لي زاتر فيفون سو ديسبوت لي ريسورس. الكائنات الحيه يعني يتنافسون ولا يتقاتلون على ايش؟ على الغذاء ولا على المسكن ولا على. دونك هنايا التنافس، دونك لا كومبيتيسيون. دونك لا كومبيتيسيون لي زاتر فيفون سو ديسبوت لي ريسورس. لي دو زاتر فيفون سيد. الكائنين الحيين يتعاونان. دونك لي دو زاتر فيفون سيد، ستادير التعاون. هذه لو ميتواليزم. لو ميتواليزم c'est les deux êtres vivants cèdent. Douzo, hnaya bqat lina le prédateur mange la proie, yani al muftaris yakulu al farisa. Safi, hadi kayna f l'alaqa dial iftiras. Safi, alaqa dial al iftiras. Donc la prédation, le prédateur mange la proie. Le mutualisme, les deux êtres vivants cèdent. Le parasitisme, le parasite vit sur l'hôte. La compétition, les êtres vivants se disputent les ressources. Douzo, maintenant nachat raqm 3. معايا. إذن أجب بصحيح أو خطأ. هنا إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة سأكتب خطأ. العبارة الأولى، توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط. إذن الطاقة الكهربائية المنزلية عندها استعمالات عديدة، من بينها الإنارة، وكاينة كذلك استعمالات بالنسبة للأجهزة الكهربائية، الماكينة الصابون، التلفاز، الغسالة، ليزامبريمونت، الكمبيوتر، إتسيتيرا إتسيتيرا. دونك هنايا عبارة خاطئة، خطأ. العبارة الثانية، تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلوات ساعة. الطاقة الكهربائية الوحدة ديالها هي الكيلوات ساعة أو الوات ساعة، إذا صحيح. نعم، تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء. نعم، إذا هو قوة الماء، قوة ديال الماء هي عامل أساسي في توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من المحطات الكهرومائية. صافي، إذا هنا عبارة صحيحة. صافي، إذا توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط صحيح، تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلوات ساعة صحيح، وتنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء صحيح. إذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كان كيخص المستوى السادس ابتدائي مادة النشاط العلمي النموذج رقم 4. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.